الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. منطقي جدا لما نتعامل مع الجمل الشرطية ومعاملات الارتباط المنطقي logical operators، احيانا بنحتاج ان احنا نشتغل على دمج اكتر من رول كونديشن، يعني اكتر من قاعدة شرط في الجملة الواحدة. علشان كده بمنتهى البساطة جافا سكريبت يا جماعة فيها 2 logic operators اساسيين ومهم جدا جدا ان انت تاخد بالك منها. اليوم ان شاء الله بزنا رح نحكي في واحد من الاثنين دول اللي هو الاند operator. معامل الارتباط المنطقي بمنتهى البساطة معناه هو عبارة عن معامل بيربط ما بين حاجتين، لكن احنا هنستخدمه للربط ما بين شرطين. حلو، احنا نعرف كويس خالص ان جملة اف بتفتح بعدها القوسين وبعدين بتكتب الشرط بتاعك. المرة دي بقى انا عندي كمان شرط تانية يا جماعة، فعشان كده هستخدم معامل الارتباط المنطقي and operator. لما نيجي نمثل and operator يا جماعة بنستخدم 2 علامة الاند، 2 علامة اند معناها ان انت عايز تدرج معامل ارتباط منطقي اند ما بين الاثنين. طيب علشان نوضح الوظيفة لازم نعدي على فين دياجرام وناخد بالنا من نقطة في قمة الأهمية في رسم الاند اوبريتور يا جماعة. الاند اوبريتور يا شباب both A and B are true، يعني ايه؟ يعني مش هيتم تنفيذ النتيجة الموجبة بتاعة الشرط، يعني النتيجة الامر الموجب، انا يعني مش جمله الشرط بتاعي بيبقى ليها كونديشن وبعدين نتيجه موجبه ونتيجه سالبه لو انا كنت مستخدم إلس. النتيجه الموجبه دي مش راح يتم تحقيقها غير لما تتحقق الشرطين بالكامل او الشروط اللي ما بينها المعامل ارتباط منطقي اند. يبقى طالما انت بتستخدم معامل ارتباط منطقي اند يبقى لازم كل الشروط دي تتحقق ومفيش ولا شرط واحد منها يقع، والا مش هيتم تنفيذ المعادله بشكل صحيح، مش هيتم تنفيذ الجمله او مش هتطلع بنتيجه موجبه، لا هتطلع بنتيجه بتاعت إلس. يعني انت عايز تقول ايه؟ طيب ناخد مثال كده بالعاميه. لو انا قلت مثلا يا جماعه لو علي واحمد جم هنبدا الحفله مثلا، ده مثال بشكل عام. طيب لو علي جه ده معناه ان برضو احنا مش هنبدا الحفله، ليه؟ لان احمد لسه ما جاش او عبد الله لسه ما جاش. طيب نعيدها من الصفر تاني، لو عبد الله جه مش راح نبدا الحفله لان علي لسه ما جاش. طيب امتى راح نبدا الحفله؟ لما علي وعبد الله الاثنين يجوا. ده معنى استخدامك لمعامل الارتباط المنطقي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني الجزء الموجب من النتيجة مش راح يتحقق غير لما الشرطين الاثنين يتم تحقيقهم، وده اللي احنا هنحاول نمثل بيه ان شاء الله باذن الله علشان نوضح المفهوم شوية. طيب سي، انا عندي 4 فاريبلز يا شباب، A قيمته 3، B قيمته 3، C قيمته 4، D قيمته 4، ورحت نستخدم F. والقوس الكبير القوس اللي ورا ده قوس كبير، لما بتضغط عليه كده بيقول لك جفلته فين؟ اللي عليه الخط، يعني ده فتحة القوس وده جفلته. حلو جميل. والاقواس الصغيره دي بتربط ما بين الشروط، الشرط الاولاني A equal to B لما يكون A قيمه A بتساوي قيمه ال B، ده نص الشرط الاول. وبعدين استخدمت معامل الارتباط المنطقي اند لما تكون قيمه ال C بتساوي قيمه ال D وقلت له بعدين يس. حلو كده، لو انا عملت كنترول اس هلاقي النتيجه يس. يعني ايه يس يا جماعه؟ يعني ان الشرطين متحققين. اثبت لي ادي A قيمته بتساوي بي 3 و3، في نفس اللحظه سي قيمته بتساوي دي 4 و4، منطقي. طب لو انت خليت الاي قيمته ب2 وعملت كنترول اس هتلاقي ان الطرف السالب الجمله بتاعت إلس هي اللي اتحققت. ليه يا عم؟ طيب ما سي بتساوي دي، يعني الشرط ده متحقق. نرجع مره تاني بالاوبريتور اند يا جماعه، لازم من الاثنين، لازم من كل هو بيربط بين اكتر من كونديشن، لازم من كل الكونديشنز دي تتحقق بشكل سليم علشان ايه؟ علشان تطلع بنتيجه موجبه لجمله الشرط تبعك. حلو كده؟ تمام. فطالما في واحد من الاثنين اخل يبقى النتيجه بتطلع سالب. نفس السيناريو، لو انا رجعت ده لاثنين هاخد نتيجه موجب، ولو انا غيرت ده لاثنين هاخد نتيجه كده ايه؟ هاخد نتيجه سالب. ده بالنسبه كده لاول اوبريتور، اول لوجيك اوبريتور بيكون عباره عن الاند لوجيك اوبريتور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.